تغييرات أجرتها السلطات بمحافظة حضرموت طالت كبار مسؤولي ملف الكهرباء بالمكلا، وعزل كل من مدير مؤسسة الكهرباء ومدير محطات الطاقة التوليدية بالساحل عن منصبيهما. قرارات جاءت متزامنة وتفاقم أزمة الطاقة التي تسببت خلال الأيام الماضية في خلق أعمال شغب وقطع للطرقات شهدتها المدينة. لكن المطلع على حيثيات أزمة الكهرباء بحضرموت قد لا يجد في طبيعة هذه التغييرات عوامل يمكن لها أن تعالج الكثير من أسباب هذه الأزمة، وعلى رأسها شحة الوقود. فعلى الرغم من المشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الطاقة بالمحافظة، إلا أن المعضلة الرئيسية تكمن في نقص كميات الوقود الواصلة لمحطات الكهرباء. ففي حين يقدر الاحتياج اليومي من الوقود لتشغيل محطات التوليد بأكثر من 1,000,000 لتر من الديزل والمازوت، فإن حجم ما يصلها فعليا لا يزيد عن نصف ذلك الاحتياج، إذ تبلغ فاتورة تلك المحروقات شهريا نحو 17 مليون دولار. وهذا رقم تقول السلطات المحلية إنها لا تمتلك الموارد الكافية لتغطيته. وإضافة لكل هذا، تبرز مشكلة أخرى تكمن في توليد الطاقة. فإجمالي ما يتم إنتاجه منها في جميع محطات الساحل بشقيها الحكومية والخاصة يصل إلى 140 ميجاوات، بعجز يقدر بأكثر من 56 ميجا، وهو عجز تتسع دائرته بصورة متسارعة في ظل تزايد أعداد المستهلكين وتفشي ظاهرة الربط العشوائي. محمد يزيدي لقناة بلقيس المكلا.